كنت أعرف أن الأمم العظيمة عندما تواجه تحدياتها الكبرى فإنها قادرة على أن تحدد لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك. توجه بالتهنئة لكل العالم العربي في ضوء ما قدمه من تضحيات خلال تلك الحرب دفاعاً عن الأراضي العربية المحتلة وسعياً لتحريرها، وهو ما مثل ملحمة عظيمة في التضامن والتكاتف والدفاع العربي المشترك ما أحوجنا إليه اليوم. أكتوبر 73، بطولات تتوارثها الأجيال.